يدي أنا يوم بكبر بوصل للنجوم. وأنا بعد غريب عليكم يا عيال زايد، حلم زايد. وتحقق الحلم. من بدأت المسيرة بدأت الإنجازات، إنجاز وراء إنجاز وراء إنجاز. سمعوني يا عيالي، تشوفون الشيارة هذه؟ نعم يا دي. هاي الشيارة عمرها 30 سنة، بارك الله في الإيد اللي زرعت ورعت. ترى عيالي أنا فخور وايد إني عايشت الشيارة هذه. شفتها هي تكبر وتكبر وتمتد بفروعها وبعدها تتفرع وتثمر. نحن يا عيالي ولله الحمد ما عندنا شيء اسمه المستحيل. إلا قول يا ولدي، شو تحتاج الشيارة عشان تكبر؟ تحتاج الماي. صح، بس بعد تحتاج الاهتمام والرعاية، تحتاج بعد الدعم والخبرة. لا ننسى ان الايد الواحده ما تصفي. شو تقصد يا دي؟ اقصد يا بنتي انك انت بروحك ما بتقدرين لا تزرعين ولا تحصدين، لازم نامن بروح الفريق والتعاون. وعلشان نزرع لازم تكون عندنا قيم ومبادئ، وعلشان نحصد العلم بروحه ما يكفي. اوصيكم يا عيالي بالامانه والكفاءه والالتزام. الله يطول بعمرك يا يدي، وتشوفنا مكملين قصة هالنجاح. آمين. وانتو قدها يا عيال زايد.